مستحق وعادل. مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد. الذي خلق الأرض والبحر وكل ما فيها سنا يسوع المسيح. هذا خلقنا به كل شيء ما يرى وما لا يرى. الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة. الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة رئاسات السلطات والكراسي والربوبيات والقوة. أنت هو يقف حولك الشاروبين ممتلئون أعينا والسرافين ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة نبذيان فينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا
نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك وحيدك ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسد وتأنس وعلمنا وصائد الخارج أن عملنا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصينا طارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بدل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من جهة خضيانا نذل إلى الجحيم عن طريق الصليب. صعد إلى السماء وجلس عن يمينك يعلم حدد يوما للمجازاة هذا الذي يأتي في اليدين المسكونة بالعدل يجازي كل واحد فواحد كنحو أعماله. السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيتين. نحو السماء إليك الله أباه وسيدا كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين.
وقسمه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. الكاس بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا. آمين. وباركها. تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى الأجي. آمين آمين آمين. في موتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماء.
فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الآلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف والمملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا جسدا مقدسا له آمين وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له غفران الخطايا وحياة بديا لمن يتناول منه يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة الأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع كافة القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأباء الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا أذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الكهنة البابا أنباشي نودا صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم أنباشي نودا الثالث بابا بطريرك رئيس سكيفة المدينة العظمى الإسكندرية وخوي الروحيان مالك مسزكا بطريرك أنطاكيا وأبونا أنطونيس بطريرك أريتريا وسائر سكيفتنا الأرثوذكسية يا رب والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك رونقتك بسلام أذكر يا رب الآباء القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين وإخوتنا الشمامسة صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والأبوذياء كلهم وسبع طغمات كنيستي إلا رب ورحمة
وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن، أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارة أبائنا الأرثوذكسيين. صلى من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب، أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلينا ويكملها سالمة بغير ألم ويغفر لنا خطايانا. أسعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء آي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا.
بزيب شوي سوسان ينتبك منو جنيس انشي ايري اسرين ارش فير بير افمي فنتينيس وفنتاك اريكا تاك سنبسويس انت كرف مبي اني اسقو ابتيرو اي طفرناك يا جن Patriarchis, ni profitis, ni apostolos, ni revios, ni angelistis, ni martyros, ni homologitis, ni mebnevma, ni venes, ni etavgok, وأبلغ القديسة المملوءة مجد العذراء كل حين والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكريم بالحقيقة والقديس يوحنا الصبغ سوى شهيد القديس طفنوس الشمس الشهداء ونظر مقصص التار والشهيد والبطريرك القديس سويرس ومعلم ناديوس قروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الشهيد الطاهر رئيس الكهنة والقديس حنا ذهب الفم وقديس ثيودوسيوس وقديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس ناطق بالآيات والقديس إغريغوريوس صانع العجائب والقديس إغريغوريوس الأرمان نبشون تشامة تشميرة الصوت خنيك نبش ثابن ذا كوستانتين وبوليس نبس نفشين افسوس نم بني وتن ديكاوس بني شتاب انطونيوس نم باسمي ابا بفني نم بشم تسواب ابا مكاري نم ننشرتيرو نستغرفوروس نبنيو طباب ابني بنم تموني ميداكيل بفاسيتيز نمنا شوي سنيوت السواب الروميوس ماكسيموس نم دوماتيوس نم بمبسيت مارتيروس نيقلو انتي شهيد نم بقور السواب ابامو نم يونس كابي ببرس فيتي روز نم بني وطابا دانيل بي غمين نم بني وطابا إسدورس ببرس فيتي روز نم بني وطابا بخنفتي كونونيا نم ثيودوروس بفاسيتي نم بني وطابا شنوتي بأرشي من إدريتيس نما باوي صا بفماثي ايتيس نما بخورس تندني اثو بنطا نايتي بونيت النوتين من انتو ناين انتي رويفسو وما تومن سفين الكران السواب اتاب موتي اموف
هري اغو او مارطا النيران انتنين يوتي توابن باترياشي ستا فين كود ابشو يسمى امتر انو ابسي شتيرو انتف كان انو بنان ايفو Repose them in the paradise of joy, in the region of the living forever, in the heavenly Jerusalem, in that
place. And we too who are sojourners in this place, keep us in your face and grant us your peace unto the end. As it was and shall be from generation to generation and unto the ages of all ages. Amen. Wahdina Ya Rabbu ila malakutik. Let us throw out the way unto your kingdom, that as in this also, in all things your great and holy name, be glorified, blessed and exalted in everything honored, and blessed with Jesus Christ, your beloved Son, and the Holy Spirit. Peace be with you. And with your spirit. وأيضاً فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصاد أسرار الإلهية الغير الميتة. الجسد المقدس. اسجد لجسدك المقدس. والدم الكريم اللذين لمسيحي الضابط الكل الرب إلينا. آمين آمين. إن صلوا السلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيوة
السيد الرب الإله ضابط الكل آبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد بني آدم وبنيه إلى الفردوس كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحمنا ودفننا معه بموته أبطل أعز الموت وفي ثالث يوم قام من الأموات بالحقيقة قام من بين ظهر أولا لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلا أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يروناني وبعد القيامة نزل رئيس الملائكة من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا إخريستوس أنيستي إكنكرون أريثوس أنيستي إكنكرون المسيح قام من بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل إلى طار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليهم أمسكا بعد 40 يوما صعد
إلى السماوات وجلس عن يمين أبي الصالح وأرسل لنا المعزي روح الحق مثل ألسنتنا من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله لا بالذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم لا تدخلنا في تجربة ولا تصل علينا ولكن اجعلنا إلينا ولا تدخلنا في تجربة لأن أسباب التسخير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين بالمسيح عريف مش سوي سنن جن ثوت ازمويرو بروسكومن مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لا Save me, Logan.
Christos Kyrios, Jesus Christos, Eyyut Theu, Agyadmus Ibnilma, Agyun, Amin.
آمين آمين آمين. أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا بدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا فيما آيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح تكون معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة والسمائية يا رب
كيم كيم نما نخورس أهلينو يا بخير Oh,